Stock مرحبا الى الفيديو رقم 12 في سلسلة الفيديوهات المتعلقة بالاستثمار في الاسهم والمخصصة للمبتدئين اليوم راح أقدم فيديو سريع عن شاشة الأسعار وكيف تقرأ آه تطرقنا إلى شاشة الأسعار بشرح كل الأعمدة تقريبا في الفيديو رقم واحد واثنين وإلى حد ما الفيديو رقم ثلاثة واليوم آه شاشة المجموعة آه شركة القاري تغيرت وأضيفت عليها بعض الفيتشرز بعض المعلومات آه ربما تكون مفيدة للمستثمر فسأشرح الجديد في هذه الشاشه وكيف يمكن قراءتها والاستفاده منها فلنبدا طبعا دي شاشة الأسعار في المجموعة وكنا تطرقنا إلى هذه الشاشة وشاشات أخرى خاصة بالبورصة القطرية موقع البورصة القطرية في الفيديو تقريبا رقم اثنين أو رقم واحد لا أذكر سأترك في صندوق الوصف الرابط لهذا الفيديو وشرحنا كل هذه الأعمدة والألوان الأخضر والأحمر وشرحنا الجزء الأعلى. المتعلق بالسوق وهنا الأجزاء المتعلقة بالشركات اليوم فتحنا الموضوع القائمة أو الشاشة مرة أخرى لأنه حدث تغيير في موقع المجموعة تغيرت الشاشة ويمكن البعض منكم استلم رسالة اس ام اس في انه الشكل القائمة تغير في التغير كقيمة والتغير كنسبة ودي موجودة أصلا من زمان لكن الجديد هنا اختار ممكن أن تختار يومي بمعنى مثلا سهم وقود خلال اليوم مرتفع بفاصلة اثنين في المئة سهم هنا برضو منخفض بواقع فاصلة اربعة وعشرين لصناعات وهكذا بقية الأسهم. التغيير اليومي أو الحادث الآن والسوق مفتوح كما تشاهدون تتغير الأرقام. لو المستثمر حاب يعرف بعض المعلومات عن أداء الشركة أو أداء السهم وليس الشركة أداء السهم خلال فترات مختلفة ممكن أن يختار خلونا نكبر الصورة يختار هنا بين يوم أو سبعة أيام أو شهر. أو ثلاثة شهور أو سنة أو حتى ثلاث سنوات هذا الاختيار خلينا نخفض الصورة مرة أخرى هذا الاختيار بيعطي المستثمر فكرة عن أداء السهم خلال الفترة حسب رغبة المستثمر فمثلا هذا نأخذ سبع أيام مثلا اللي هو أسبوع نضغط على أسبوع بتتغير الأرقام طيب هذا يعني إنه وقود خلال الأسبوع الماضي زادت واحد فاصله سبعه واربعين في الميه مثلا السهم هنا انخفض ثلاثة فاصله سبعه وستين قطر للتأمين وهكذا بقية الشركات هنا في انخفاض اكبر شويه خمسه فاصله واحد خلال الأسبوع الحالي او الماضي كانت العامة للتأمين انخفضت لو مثلا اخترنا شهر خلال شهر وقود كانت منخفضة فاصلة تلتاشر والمصرف منخفض خمسة فاصلة أربعة وسبعين في المية القيمة يعني ريال واحد وعشرين انخفض وهكذا مثلا خلنا ناخد ثلاث سنوات أعلى حاجة وقود منخفضة ستاشر فاصلة ثمانية وثلاثين لكن المصرف مرتفع سبعتاشر في المية هنا دي انخفاض 20% وعشرين في الدوحة بنك خمسة في انخفاض في الميرة شركة الميرة هنا عندنا سبعة او 60% في دي شركة الطبية خلال ثلاث سنوات هنا ارتفاع مهول 250% في خلال ثلاث سنوات يعني ضعفين ونصف الاموال لو وضعت مئة الف ستصبح ميتين وخمسين ألف ريال في شركة استثمار آه نشوف تاني لو في انخفاض كبير مثلا خمسة وستين ارتفاع كبير خمسة وخمسين انخفاض كبير العامة للتأمين في انخفاض خمسة وخمسين في المية خلال ثلاث سنوات هنا في ارتفاع برضو كبير واحد وسبعين في المية الخليج الدولية وهكذا الفيتشرز او المعلومات الجديده الموجوده بتساعد في اتخاذ القرار ما اهميه هذه الارقام زاد 16 او 20 او 70 او انخفض كيف تفيد المستثمر؟ تفيد المستثمر بانه اللي الشركات اللي ارتفعت زياده عن الحد المعقول ربما تكون متضخمه ربما انا دائما اقول ربما وقد تكون لأننا لا نتخذ قرار البيع والشراء بناء على معلومة واحدة فإذا في شركة ارتفعت أكثر من مئة في المئة ربما يكون هناك أسباب موضوعية وليست مضاربية أرباحها زادت حصلت على مشاريع طويلة الأجل مدة خمسة عشر سنة مضمونة وهكذا يعني المخاطر الاستثمار فيها قليل جدا جدا لذلك يرتفع سعرها وقد يظل في هذا الارتفاع لفترة أطول وقد يكون ارتفاع مضاربي ويكون عرضة للانهيار فبالتالي نبتعد منها إذا بعد ما درسنا البيانات المالية وأخبار الشركة اكتشفنا أو وصلنا إلى قناعة بأن السعر متضخم لأسباب غير موضوعية نبتعد عنه وإن كنا نمتلك في السهم نبيعه وكذلك الحال بالنسبة إلى الأسهم التي انخفضت كثيرا خمسين في المية خلال سنة أو سبعين في المية يجب أيضا دراسة كل المعلومات المتاحة حول الشركة في موقع بورصة قطر نقرأ أخبارها نطلع على بيانات المالية من أرباح وخسائر إلى ميزانيتها إلى كل ما يحيط بها لنحدد ما إذا كان هذا الانخفاض الكبير هو ماركت رياكشن أو أوفر رياكشن يعني رد فعل زائد من الأسواق لخبر بسيط مثلا أم فعلا أن رد الفعل صحيح وأن الشركة تتعرض إلى مخاطر عالية وقد تستمر لفترة أطول ونبتعد عنها اذن لا يعني الارتفاع الزائد ان الشركه متضخمه ولا يعني الانخفاض الزائد ان الشركه فرصه جيده للاستثمار يجب قراءه هذين المؤشرين في او من خلال كل ما هو متوفر من معلومات حول الشركه قبل ان نقرر عموما ليس هذا الامر فقط كل المؤشرات لأداء الشركة التي نستخدمها والتي ذكرت منها الكثير وتبقى الكثير لأذكره كل هذه هي قراءة مبدئية يجب أن تدعم بكل المؤشرات حول أداء الشركة وبكل الأخبار وبعد ذلك يظل الأمر عبارة عن أو حكم فردي والناس بتختلف في قراراتها بناء على أشياء قد تكون ترجع للشخص نفسه لذلك في فرع جديد في العلوم المالية اسمه behavioral finance وهو أنه سيكولوجية الشخص وشخصية الفرد بتتحكم في طريقة اتخاذه للقرار من انفعالات من غضب من فرح هذه كل الانفعالات الفردية تؤثر في اتخاذ القرار بعض الناس يوصفوا بالمتشائمين مهما كانت الفرصة جيدة ربما يرى أنها ليست جيدة وفي ناس متفائلين مهما كانت الأدلة تشير إلى أن السهم ليس جيدا للاستثمار ربما تفاؤله الزائد يؤدي إلى قيامه بالشراء فبالتالي عملية أو ما أشرحه أنا من متطلبات أو مؤشرات لأداء الشركة أو من أشياء هي أدوات تساعد في اتخاذ القرار أما القرار نفسه يرجع للشخص وظروفه الشخصية وبالتالي أنبه كثيرا عدم اتخاذ القرار بناء على معلومة واحدة أو مؤشر واحد مثلا هنا انا ما اعرف لغايه الان الشركه اسمها بس شفت الرقم الان 72% ده ما معناه انها متضخمه هي في هذا الوضع السؤال ربما تكون متضخمه ودون النظر اسم الشركه خلينا نشوف واحده ثانيه انخفضت كثير مثلا 64 دون النظر لاسم الشركه هذا لا يعني انها فرصة جيدة وإن السهم سيعكس الاتجاه ربما تكون هناك اسباب موضوعية وهكذا ولكن المؤشرات دي تفيد في انه دي خطوه اولى ثم تتبعها خطوات لاحقه آه وبكده نكون وصلنا الى نهايه الفيديو